أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرسام الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز البطل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف والآن نعطي الكلمة للسيد مدير مجموعة مدارس تغيث. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد رئيس جمعية فسيس وكل الأعضاء الحاضرين معنا، وإن كانت عبارة الشكر تخجل منكم لأنكم أكبر منها لما تقومون به وبكل أهلية في مجال العمل الإنساني التضامني والإحساني مع فئات أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان والاحترام والتقدير على هذا الدرب المميز الذي خصصتموه لمجموعة مدارس تاغيت ولملحقاتها الأخرى سيدي يوسف ترزة مغيلة السفلى ومغيلة العليا والبالغ مجموع تلميذاتها وتلاميذها 174 متعلم ومتعلمة 78 من الذكور و96 من الإناث. فشكرا لكم جميعا لأنكم كنتم خير مجسد للمقولة أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الطريق. شكرا شكرا. والآن نعطي الكلمة للسيد رئيس الجمعية ليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أولا الشكر جزيل السيدة المديرة الإقليمية مديرة حروب لأن هيئة جمعية طور. الشكر جزيل السيد المدير والسادة وطور لأن انتم اللي جعلتونا باش نوصلوا لهذا المكان وأعطيتونا الفرصة باش نشوفوا هاد التلاميذ اللي يمكن. أما جمعية فسيس فواجب ديالها باش تقوم في مثل هاد الأنشطة الاجتماعية. نشكر جميع المكونات ديال جمعية فسيس اللي قامت واشتغلت باش هيئت هاد الظروف. نشكر كذلك سعد الله الزرق لأن بعد القافلة الأولى والقافلة الثانية سعد الله الزرق اللي هو نائب رئيس وطني جمعية فسيس اللي تكلف بالمصاريف تاع هاد القافلة الثانية. إذن إذا كان شي شكر فهو لكم. أنا بالنسبة لنا كل واحد كيهيئ لنا هاد الظروف ما تصورش الظروف اللي كنكون كنشعروا به. إذا ملي كنوصلوا لهاد ما تصورش
شنو هي الفرحة ديالنا كاملة. إذا مرة أخرى كنشكركم جميعا وكنتمنى باش تكون دائما إطار شراكة لما بين جمعية فرسيس وما بين المندوبية ديال التعليم أنشطة واحدة أخرى اجتماعية. السلام عليكم. سي رشيد البصير هو بطل أولمبي اللي جاء باش يكون أمام هاد الأطفال ويعطيهم توا واحد الدفعة معنوية. شكرا للسيد رئيس الجمعية.